عايز اروح لك ليه؟ رغم بقى ان الفلوس ما اتدفعتش، لكن مستشار مرتضى دفع فلوس العمال الموظفين النهارده طبعا وبكره، ودي حاجه طيبه جدا، وحاجه انا بحس ان احنا بنكسب بدعاء الناس دي. زي ما وعد يعني، هو كان برضه كان في فيديو من كام يوم وقال انا هحاول ادبر المرتبات على اواخر الاسبوع دوت، وفعلا زي ما وعد نفذ. هي تمام. دي صور القبض ما عملناش فيديو عشان فيديوهات عشان ما حدش يزعل. لا هو كان المستشار طلع فعلا وقال من كام يوم ان هو هيحاول يدبر الرواتب العمال والموظفين على اواخر الاسبوع، وزي ما يعني ايه كلمته واحده، بالظبط. ودي حاجه تحسب للمستشار مرتضى ان رغم الازمه الماليه والحجز على اموال نادي الزمالك والصعوبات في تدبير الفلوس، ولكن هو بيتصرف يعني ايه بيجبر بخاطر الناس اللي انت شايفهم دولت وما بيتخلاش عنهم. يعني واحد تاني يجي يقول لك خلاص انا ما فيش فلوس، استنوا لما النادي المحكمه محجوز تحكم عليه. او الموضوع يتحل، الحجز يتفك وبتاع والكلام دوت، واقعدوا انتوا. ده 3 شهر يا خالد، يعني ده الشهر الثالث اثناء الحجز على ثلاث اموال شهور نادي دلوقتي حجز على فلوس نادي الزمالك، والحمد لله الزمالك. 3 شهور استطعنا فهم ان احنا ابطال يعني، اداره نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بطل ان هو قادر يدبر الموارد ماليه بيمشي بيها المركب على الرغم من الحجز على اموال نادي الزمالك. ما شفناش اهتزاز للنشاط الرياضي، المفروض الطبيعي جدا ان الدنيا تقع، ولكن الحمد لله الدنيا واقفه على رجلها في نادي الزمالك، وده يبين لك ان هو الاساس سليم داخل نادي الزمالك.